بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا من أرضية هذا الميدان. نتمنى إن شاء الله دائما التوفيق. شوطنا السادس عشر بحفظ الله ورعايته ينطلق، شوط مهم دائما يستكمل بالأهم. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. لا نسبق الأحداث، هناك نتجه إلى الشام. عبد الله بن علي بن عجيل يأتي بالمركز الأول، بينما اللي هناه الطاير لعلي بن سريمي بن سالم العمري راعي نهب في يوم الأمس مع انطلاقات سن الحقاقة. الثاني في المراكز اللي في المركز الثالث مرفوق ما شاء الله، يعني بن عبد الله بن علي بن واس. يلا يا ابو حسن نقله على المركز الرابع، اللي في المركز الرابع مبشر حمد بن الضعيف بن حمد بن غدي الاكتبي. خامس المراكز هناك من ياتي اللي هو دوبال حميد بن محمد بن غفان بالعرضي الحميري، والنقله على المركز السادس هنا بصير لحمد بن راشد بن سلطان العويسي. وسابع المراكز هناك اللي في المركز السابع ايضا بنتعرف عليه، سابع المراكز نهاب لعلي بن موفي بن علي الدوسري. وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن من ياتي في هذه اللحظات ناصي مطرم سعيد بن حلوة. تاسع المراكز ما شاء الله من يقترب احمد بن خميس بن بطي بن غانم الرميثي. وفي المركز العاشر الاخير مصدر لعزام بن ناصر بن رضا آل زيد الشريف. ها هي نتيجتنا، ها هي نتيجتنا، ها هو العد التنازلي لهذه الاسامي، لهذه المراكز الجميلة، هذه المراكز الممتعة العشر ما شاء الله التي قررت من قبل لجنة هذا الميدان. ونتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس للأخوة المشاركين المنطلقين في كل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة دائما هنا على أرضية ميدان الطي. التميز والتميز دائما مهم حقيقة في هذه الانطلاقات. هذا باللي غير هناك مبشر، مبشر بشروني عنك يا مبشر، بشروا هالمرغم هناك بأدائك الجميل إن شاء الله بناموسك. حمد بن الضعيف بن حمد بن غدي الاكتبي بن يقدم مبشر النقلة على مرفوق. علي بن عبد الله بن علي بن واس ثالث المراكز هناك الطاير لعلي بن السليمي بن سالم العمري. المركز الرابع من يأتي في هذه اللحظات الشهم عبد الله بن علي بن عجيل رابعا. وفي المركز الخامس نهاب لعلي بن موفي بن علي الدوسري. هكذا أيها الأخوة كانت نتيجتنا، كان النداء الثاني بعد ندائنا الأول للخمس المراكز الأولى ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. عودة جميلة إلى 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 مبشر ورفقائه الخاص في الشوط. مبشر حمد بن الضعيف بن حمد بن غدير الطاير علي بن السليبي بن سالم العمري مرحوق علي بن عبد الله بن علي بن واس. هنا مصدر لعزام بن ناصر بن رضا آل زيد الشريف يأتي برابع المراكز. المركز الخامس بصير حمد بن راشد بن سلطان العويسي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز ذعناها عليكم. يا سلام يا مبشر، يا سلام يا الطاير، يا سلام يا مصدر، كلهن في موقع واحد
كلهن في موقع واحد، كلهن في موقع جميل، موقع مميز إلى الصدارة، إلى الناموس، إلى العنوان السليمي، ولا الشريف يا السلام العمري، ولا الشريف الشاط، الشاط الشاط وين؟ الشاط وين؟ الناموس وين؟ اللحظات الأخيرة مع الطاير لعلي بن السليمي بن سالم العمري ثاني المراكز، هناك مصدر عزام بن ناصر الشريف، اللحظات الأخيرة، سلام يا العمري، تألق في يوم الأمس وفي هذا اليوم أيضا يجدد التألق. تهانينا والناموس للسيد علي بن السليمي بن سالم العامل من نصرة فوز الطائر. المركز الثاني هناك لحمد بن راشد العويسي، المركز الثالث لعزام بن ناصر بن رضا الشريف، المركز الرابع لحمد بن ضعيف بن حمد بن غدي الشتبي، المركز الخامس العفريت أحمد بن خميس بن بطي بن غانم الرميثي. 6 دقائق التوقيت الزمني، 6 ثواني 53 جزء الثانية. تهانينا والناموس.